جريدة بوليتيكو نشروا مقال بعنوان صادم أن بايدن يمكن ألا يترشح لفترة رئاسية جديدة ويستعد لخطة بديلة ولبعض المرشحين البدلاء لملء الفراغ. السيدة الأولى جيل بايدن في يوم الجمعة قالت أن من نيروبي أن بايدن مستعد للترشح، ولكن نعرف هل سترشح أم لا كما قالت جريدة بوليتيكو. سوف يترشح. ومرة أخرى أقول أن هذا الحديث كان في بولندا. بالنسبة لي كمستشارة سابقة للرئيس أوباما السابق، الأمر يعتبر بالنسبة لي خطاب ترشح. أنا أتفهم تماما الموقف، ولكنه يبدو أنه مستعد للترشح للرئاسة مرة أخرى. هذا ما رأيته. وأعتقد أنه من المهم من قراءة هذا العنوان أن هناك حوالي 50% من التأييد، وهذا زيادة هائلة في شعبية الرئيس بايدن.